بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في السيشن اللي فات اتكلمنا عن الجزء الخاص بالكونتنت اوف كانفاس كونتنت. قبل ما نبتدي في السيشن بتاع حلقة اليوم، عايزين نقول ان كان في اتريبيوت منسية وهتوقف عمل الاوف كانفاس. لو ما كانتش مكتوبة فالاوف كانفاس في الحالة دي مش راح يشتغل، لان احنا نسينا اتريبيوت نكتبها في الكلاس اللي فوق في الديفيجن الابن اللي هو الرابر. يا جماعة، الاتريبيوت ديت كانت داتا اوف كانفاس رابر، انا بصراحة بشكل غير مقصود نسيتها بصراحة، فهكوبيها وارجعها في الكود بتاعي علشان يشتغل بشكل سليم. تمام، رايت، اوكي. الجانب السيشن بتاع حلقه اليوم راح نتكلم فيه عن الاوف كانفاس ديت يا جماعه. طيب اوكي، النقطه الاولى، الاوف كانفاس ده بياخد حاجات مختلفه، اولهم الكلاس اللي اسمه اوف كانفاس. متفقين؟ متفقين. النقطه الثانيه، الطريقه اللي هحاول اربط بيها ما بين القايمه دي وما بين الجزء الظاهر من الصفحه بتكون الاي دي. تمام، وبالظبط كده يا جماعه، الاي دي، القيمه اللي بتتحط في الاي دي المفروض تكون نفس القيمه اللي محطوطه فين في الداتا توجل ده، لو كان الزرار ده مسؤول عن ان هو يعرض لك الجزء ده. متفقين؟ ممكن اي مكان في اي مكان، يعني اي زرار في اي مكان في الصفحه يعرض لك القايمه دي، بشرط ان هو التوجل، الداتا توجل اللي هتتحط في البوتن او في الاوبجكت ده تكون ماشيه مع الاي دي اللي هتاخده القايمه اللي راح تظهر فيه. تمام، ولنفرض هنخلي الاثنين اوف كانفاس. تمام، انا هاخدها بكوبي وانزلها على الداتا توجل من تحت وابتدي اعمل كنترول اس كده، نفس القيم بتاعتي متظبطه. جميل، باقي اني بالظبط كده يا جماعه، طالما انا بتكلم عن اتريبيوتس يبقى ايه اكزاكتلي داتا اوف توجل، اسف، اوف كانفاس. بعد ما حطيت الاتريبيوت ديت للدلاله على ان ده عباره عن داتا خاصه بالاوف كانفاس ده، ماشي، هبتدي احط الداتا بتاعي. والمفروض انا ابتدي بشكل بسيط، بحط مجموعه من النصوص واعمل كنترول مع اس وارجع بريفريش للصفحه بتاعي. اما نضغط على اوبن هنلاقي اني هي ابتدت الامور تظهر بشكل بسيط، يعني عادي ماشي. لو ضغطت عليه مره ثانيه هتلاقي ان الفيو بورت بتاعك ما فيهوش حاجه، بس المشكله ان ديت لاير مخبيه تحت منها لاير ثاني، لما بتضغط عليها بتدي لك الكونتنت اللي انت كنت حاطه، وفي زي حد صغير كده واخد ستايلز معينه. كلامي يا جماعه مش على الستايلز، انا مش بتكلم عن ازاي اظبط او انسق في اكواد السي اس اس بتاعت البوتن بتاعت البار اللي على الناحيه الشمال، ده مشوار تاني خالص. لا، انا بس بحاول ندي الفكره الاساسيه من وجود الايه، من وجود المنيو ديت بشكل بسيط يا جماعه. تمام، ديت الفكره بمنتهى البساطه. كنا عايزين نوضحها بخصوص الاوف كانفاس. تمام، ده كده بالنسبه لي امر كويس جدا لغايه دلوقتي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.